أروح لدكتور عادل أشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة ومحطة الزراعة الآلية في توشكا، هي واحدة من القطاعات التابعة لولايتك. يا دكتور أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، إزاي مرحبا. الحال يا دكتور؟ كله تمام؟ بخير، كله تمام يا فندم. نقول مبروك ونقول ما شاء الله ولا إيه؟ طبعا طبعا، احنا سعداء جدا. اليوم كانت احتفاليه كبيره جدا، وطبعا كنا سعداء طبعا تشريف فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجود اكثر من 50 قياده من وزاره الزراعه، طبعا على راسهم معالي وزير الزراعه، في هذا الحفل الكبير اللي شاف افتتاح توشكا 4 النهارده ب 140 الف فدان يا فندم، من جملة 310 ألف فدان قمح هذا العام في توشكا. أنا كده عندي إجمالي المساحة المنزرعة في توشكا قد إيه يا دكتور؟ المساحة إجمالية حوالي 420 ألف فدان يا فندم، منها 310 ألف فدان قمح، زادت السنة دي يعني وصلت 310 بزيادة 170 ألف فدان يا فندم. هايل جدا. اتفضل كمل يا دكتور. قطاع الزراعة الآلية يا فندم توشكا بيضم 135 محطة على مستوى، وطبعا من أهم المحطات هي محطة توشكا وشارع العوينات والفرافرة وعين دالة يا فندم. وطبعا احنا كقطاع الزراعة الآلية هو أحد القطاعات المهمة لوزارة الزراعة، اللي كل سنة بنشارك في حصاد توشكا والعوينات وعين دالة والفرافرة، وهذا العام بحمد الله شكره عندنا 50 معدة كومباين حصاد قمح عرض من 7 لـ9 متر بتشتغل في توشكا وفرافرة. طيب وعين دالة. حلو، أنا عايز أسأل على حاجة متعلقة بالكلام اللي قاله فخامة الرئيس، اتكلم على معدل الإنتاجية للفدان، وقال إنه في بعض الأراضي عملنا تجربة تقريبا في حوالي 2000 فدان وصلنا بيهم الإنتاجية ل 25 أردب بعد ما كان المتوسط من 18 لـ20. تمام يا فندم، ده طبعا الكلام النهارده كان في وادي شيح، ودي كان تشجيع مع فخامه الرئيس للمستثمرين في محافظه اسيوط في 2000 فدان. وعايز اقول لسيادتك انه النهارده توشكا والفرافره وعين دالة فيها 500,000 فدان، بتدخل اكثر من 1,000,000 فدان، وده طبعا راجع ل طبعا الاصناف، الخريطه الصنفيه اللي عاملاها وزاره الزراعه، الصنف المناسب، الزراعه الاليه، استخدام السترات، المكافحه اثناء النمو المحصول، ثم الحصاد الالي، وقبل ده وده هو استخدام طرق الري الحديثه. ده كله يساعد على زياده الانتاجيه يا فندم. واحب اقول لسيادتك ان وزاره الزراعه هذا العام كان هناك 21 ألف حقل إرشادي على مستوى الجمهورية، طبعا بيتم فيه الممارسات الزراعية الفنية المهمة جدا للمزارع، زي تصنيف التربة والأصناف والمكافحة والحصاد واستخدام الليزر والحصاد الآلي، ده كله يساعد على زيادة الإنتاجية لأكثر من 25 أردب. ده بيزود الإنتاجية وبيقلل الهدر كمان أثناء الحصاد، وبيقلل الفاقد أثناء الحصاد، وكمان بيقلل استخدام التهاوي يا فندم، لأن إحنا لو تم استخدام السترات وخاصة على مصاطب واستخدام الليزر بمعدل الزراعة للفدان من 40 لـ 45 كيلو الفدان، بعكس الزراعة اليدوية اللي بتبقى في الحوالي 75 كيلو فدان. فهمت، اشكرك جدا جدا يا دكتور، كل الشكر لدكتور عادل، الدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعه الاليه بوزاره الزراعه.